طيب هل انا هناخد كلبك بالليل وهنحطه في عربيتي وننزل نقعد بيه على كافيه؟ هننزل نقف بيه على ناصيه شارع؟ لو قلت لك انا هنعمل كده يبقى انا بنكذب عليك، يبقى بنشتغلك. لو قلت لك في مزرعه في مصر كلها بتعمل كده يبقى دي كذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا. أحلى تحية لكم يا جماعة، تحياتي للجميع وتحياتي لكل الناس الجميلة اللي منورانا. النهاردة محافظة اسكندرية بتمسع عليكم في حلقة تانية. حرب. الحمد لله على السلامة الأول محمود. بسلمك يا باشا. الحمد لله على السلامة يا باشا، أنت نورتنا النهاردة. أحلى تحية لاسكندرية وأهل اسكندرية كلهم. منين من اسكندرية؟ من العصفرة. أحسن ناس يا باشا، أنت نورتنا. وده شرف لينا ان انت تنورنا النهارده. حرب بتاعك صح؟ مربين من هو عنده قد ايه؟ هو جار ولسه. من هو لسه جار؟ 45. طيب نسالك سؤال الاول بسيط كده بعيدا عن الكلب. اشمعنى عرض ابو نور هنا؟ عشان فيديوهات حضرتك والناس كلها بتشكر في حضرتك. حبيب قلبي حبيب قلبي. وانت كلمتك دي على راسي. حبيب يا باشا. حبيب قلبي على راسي. ممكن تيجي هنا جنبنا هنا كبير ولا؟ اتفضل تيجي جنبنا. اتفضل تيجي جنبنا. طيب ماشي. طبعا يا جماعة حرب كلب رويال بلاك عنده قد ايه يا باشا؟ عنده 11 شهر. 11 شهر. 11 شهر. مشكلته ايه؟ زي ما انت شايف جبان. ما نزلتش الشارع قبل كده وما اعرفش حاجة خالص. طب انت بتتابع حلقاتنا كويس يا محمود؟ يعني شفت حلقاتنا كلها؟ كلها؟ شفت حلقات لرويال بلاك؟ كلاب السوق؟ بينط من على بينط من المكانه؟ شفته. شفت الحلقة بتاعت الكلب الرويال بلاك اللي انا كنت نزلت حلقة وقلت الرويال بلاك فيه مشاكل في الكلاب اللي هي جيناتها محلي غير الكلاب الاهالي مستوردة؟ لا. شفت الحلقة؟ لا. تمام. في حلقة انا نزلتها وقلت فيها بناء عن فترة التدريب مش بناء عن التربية. فترة التدريب اللي انا اشتغلتها مع الكلاب اللي جات لي كلها. تمام. قابلت مشكلة مع كلب الرويال بلاك، اي كلب رويال بلاك اسود انتاج محلي سلالته محلي اب وام هنا. تمام. مشاكل الكلاب دي ان عندهم الصيغة النفسية اساسا انطباع مش شرس، انطباعهم الداخلي مش شرس غير الكلب الرويال بلاك اللي هو اهالي بيور اهالي مستوردة. تمام. دي الحلقة دي انت لو رجعت على اليوتيوب هتلاقي الحلقة دي موجودة. تمام. كنت بنتكلم عن الموضوع ده، في ناس تحدتني والحمد لله طلع كلامي صح، علشان معروف ان الكلب الرويال بلاك المحلي بيبقى بانطباعه هادي. فاهمني؟ مفيش حد قالك ان الكلب ده ممكن ما يشتغلش؟ لا محدش قالك. ما عرضتوش على حد؟ حاولت تخلي حد يحاربه في الشارع؟ ما نزلتوش الشارع خالص؟ بينزل كده انت خطيفي. بس محدش بيجي جنبه، محدش بيحاربه. لا. تمام. طب بص يا سيدي، صلي على النبي، احنا عندنا بطيخه مقفوله. تمام. بالنسبه للرويال بلاك ده، لان انا بناخد احتياطاتي منه شويه في شغلي، بطيخة مقفولة. الكلب ده احنا هنبدأ نشتغل معاه ونقول يا رب يا مستعان، لان انت عارف اكيد عارف ان انا بنشتغل على 16 كلب. تمام. وده زي ده زي ده زي ده زي ده، يعني ما بنديش كلب حقه وكلب بنسيب حقه. فاهمني؟ بنشتغل على كله شكل واحد. الكلب ده رويال بلاك بالذات لما بيجي لي بنحط تحت منه 1000 خط. خدت بال حضرتك ليه؟ لان ده تداخل، عبارة عن تداخل جينات محلية. تمام. فبإذن الله بمشيئة ربنا هنبدأ نشتغل معاه، هنشوف انطباعاته ايه، هنشوف شغله ايه، هنشوف دخلاته في الشراسه ايه، واكيد ان انت هتبقى متابع معانا على اليوتيوب. الطاعه عنده ايه؟ لا مفيش طاعه خالص خالص، ولا بيسمع كلام. بيتنطط كتير، اهم حاجه يلعب ويتنطط ويجري وخلاص. بيتنطط كتير. في الشراسه ساعه ما حد بيرفع ايده بيجي راجع وراه. لا مش بيرجع، لو بقماشه ولا حاجه بيمسكها ويلعب. لعب. لعب. انما انا بنقول لك في الشراسه مش اللعب. لا مفيش خالص في الشراسه. بيجي راجع وراك لو حد اتغاب عليه شويه، يجي راجع وراك. لا بيخاف، ما بيرجعش. بيخاف. تمام. في الطاعه مهايبر، مفيش طاعه اصلا. مشاكل صحيه، اخر مشكله قابلتها كانت ايه؟ لا مفيش. مفيش مشاكل صحيه. وقت تطعيماته كامله. الحمد لله، ربنا يبارك لك فيه يا رب. باذن الله هنبدا نشتغل عليه. تمام. احنا يمكن نكون عايزين الشراسه اكتر من الطاعه في الكلب ده. تمام. هنبدا نشتغل عليه. انت هتكمل ورانا؟ اكيد طبعا. يعني بعد ما نشتغل ونبذل مجهود وتدفع فلوس ورايح جاي دمنهور وراجع من دمنهور، اكيد طبعا هتشتغل ورانا، ولا عندك ضغط شغل ما انتش فاضي الكلام ده؟
لا لا هشتغل وراه. يعني هتعمل انا هنقول لك عليه؟ اكيد طبعا. الكلب ده هيعوز ينزل كل يوم ولو نص ساعة. ماشي. وما نحط دخلوش واحد يحاربه يكون غشيم، لازم حد يكون فاهم، لأن ده كلب احنا هنبدأ نفتح له أبواب جديدة. تمام؟ ما يجيش واحد مثلا يجي داخل ضربه بالرجل كده ويقول لك إيه ده، ده ما بيخشش. يبقى أصبح بيكسر الكلب ويرجعه تاني. تمام؟ هتتابع معانا في الحاجات ديت؟ هتابع معاك. حبيب قلبي أنت نورتني النهاردة، بإذن الله هنبدأ نشتغل عليه. تمام؟ كل ما عليك إن أنت هتبعت لنا رسالة على الواتس، الرقم اللي هو في حسابات البنوك، تكتب لنا اسم الكلب بس عشان اي مقطع فيديو فيه تغيير احنا بنبعته لك. تمام؟ بالطريقه ديت، وباذن الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. في حاجه عايز تقولها بجد؟ في اي حاجه ناحيه الكلب عايز تعرفها لنا قبل ما نشتغل عليه؟ بياكل ايه؟ رجول بس مسلوق. مش مسلوق؟ ما بياكلش ني. طب احنا هناكل ني؟ ما انا جايبه عشان تاكل ني. سؤال واحد، احنا دلوقتي جايبينه عشان يشرف. تمام. انت بتقول له ما حدش يخش عليه ويديله بالرجل. حلو الكلام، صح كده؟ حلو الكلام. اما احنا جايبين الشرس ازاي؟ صلى على رسول الله. انا افضل صلاه. قبل ما تدخل كلبك المزرعه هنا انا بنقول لك نقطتين تركز فيهم كويس. تمام. اي كلب بيخش عندنا المزرعه هنا، الكلام انا بتكلمك الكلام ده هينزل على اليوتيوب يعني علنا، يعني علني، فاهمني؟ اي كلب بيخش المزرعه هنا، الكلب ده احنا الفكره كلها عندنا في المزرعه ان احنا بنفتح له باب. باب اللي هو ايه؟ انا بنعلم كلبي هنا، بندرب كلبي على شخص اتنين تلاته اللي هم شغالين في المزرعه. الكلب بيكون جاي لي ما يعرفش يعني يخش على دراع، ما يعرفش يعني يلبس كمامه ويهجم بيها، ما يعرفش يعني يمسك عصايه، ما يعرفش يعني الحاجات دي. انا بنعرفه الحاجات دي. طيب بنعرفه الحاجات دي على مين؟ على مين؟ على الشخصين الثلاثه اللي معايا في المزرعه. طيب هل انا هناخد كلبك بالليل وهنحطه في عربيتي وننزل نقعد بيه على كافيه؟ هننزل نقعد بيه على ناصيه شارع؟ لو قلت لك انا هنعمل كده يبقى انا بنكذب عليك، يبقى بنشتغلك. لو قلت لك في مزرعه في مصر كلها بتعمل كده يبقى دي كذب. تمام؟ فالحاجات دي بنبدا نفتح المبدا ده على الناس اللي شغاله معايا هنا. يبقى انا كده كل اللي انا عملته ان انا فتحت لك باب، فتحت لك طريق اللي هو انت كصاحب الكلب هتمشي عليه. نيجي انا ناخد كلبي من عند ابو نور، يبقى لازم نعرف ابو نور عمل ايه مع الكلب عشان يفتح طريق للكلب ده ان هو يخش على الدراع ما يخافش، ويخش على العصايه ما يخافش، ويخش على الحاجات دي وما يخافش، ونبدا نشتغل على نفس المبدا اللي هو شغال عليه. يبقى انا عاخده من عندك بيخش على الحاجه. بيخش على الحاجه. تمام. نيجي بقى نيجي رايح انا جايب واحد منحرف مثلا كلاب. تمام. يجي رايح داخل على الكلب ده، انت مدربه؟ اه. طب وريني كده. لا طبعا احنا فاهمين الليله دي كلها وفاهمين الحوارات اللي بتدور دي كلها. وريني كده ويجي عامل له كده. صح. طب ما هو ضرب الكلب. طب ما انا ممكن كلب شرس بيموت وانا هنضربه. صح. وهنرد نكسر شخصيته. لا صح. يبقى اصبح ان انا كده بنرده. يبقى المجهود اللي احنا بذلناه والفلوس اللي انت دفعتها راحت منك فين؟ شغال. على الارض بسبب اخطائك انت. طب انا لما ناخد كلبي من عند ابو نور ونفهم من ابو نور هتمشي مع الكلب ده واحد اتنين تلاته لمده شهر. تمام؟ بنربط كلبي في الشارع، بنجيب حد من صحابي، حد فاهم، لان اغلب الناس اللي هي عندها مش خلصانه شويه، يعني ممكن نروح نجيب واحد صاحبي فهو عايز يذل للناس ان الكلب ما اتدربش، ان الكلب مش حلو، يضربه. تمام؟ لكن في واحد صاحبي يكون راجل صافي، تمام؟ يحارب لي الكلب من بعيد، الكلام ده بنعمله على السطح، الكلام ده بنعمله في جنينه، بنعمله في الشارع. زي بالظبط كاني عمرت موتور عربيتي عند الميكانيكي وطالع نلينه. تمام؟ مش نيجي طالع كسره، لان انا في ناس دربت عندي وطلعت بالكلب من هنا. انا بنقولها لك علني، انا بنتكلم، خلي بالك الكلام ده مش هنقطعه، احنا ما بننتش، ما بنوصش. معاك. طلع بالكلب جنازل على الزراعي يجرب الكلب، يجربه شراسه على الزراعي على اساس ان هو واخده من عندك كلب. ما هو مش هيقعد، هو مش فاهم، ما هو مش هيشتغل. ايوه ما هو مش هيشتغل، هو عمل كده. ما انت لو خدت الكلب ده من عندي النهارده ومسكت سلك الكهرباء في نفس اليوم عشان تشغله ما انتش هتشغله. اه ليه؟ الكلب محتاج واحد، محتاج ابو نور تاني، لان في نفس اليوم في ثلاث حاجات الكلب بيستعين بيهم اول ما بيطلع من عندنا من هنا. تمام؟ ثقه في مكانه. انت لسه واخده من المكان ده هتخليه يثق في الزراعي؟ تمام؟ ثقة في مكانه. اتنين، ثقة في صاحبه. طب انت لسه واخده من عند ابو نور وابو نور عرف يقنعه ان يخش ويهجم، هتاخده انت يثق فيك في نفس اليوم؟ ما انت صاحبه، بس مش هياخد منك الباور او الطاقة اللي هو يطلع بيها اللي عنده. بالظبط. تمام؟ ثقة في نفسه، اللي هي لما بيجي يخش اول هجمة انا بنشجعه وبنقول له برافو انت بمليون راجل. تمام؟ طيب الثلاث حاجات دولت هتوفرهم للكلب بعد خروجك من عند ابو نور بنص ساعه؟ لا طبعا. اقنعني. لا طبعا. الكلام ده انا بنتكلم عليه علنا. انا يمكن ده الكلب رقم، ده الكلب رقم، يمكن دخلنا في حدود 30,000. الكلب رقم 30,000، 15 سنه تدريب، احسب في الشهر
مش عايزين ندخل الضرايب في الموضوع. ربنا ماشي. فهل الناس اللي طلعت دي كلها كلابها ما اتضربتش؟ في وفي في اللي فهم وطلع قرر صح، وفي اللي ما عرفش وما فهمش، فبيبقى ذنبي كمدرب. في واحد يروح عند اكبر مزرعه، اكبر مركز تدريب في مصر، في مراكز تدريب لها اسم معروف اكتر من ابو نور كمان، تمام، ويجي هنا يقول لي يا كابتن ابو نور تصدق انا كنت مدرب كلبي عند فلان في مركز تدريب فلان. انا كده بنسق ان الشخص ده ما فهمش من المدرب، مش كلبه اللي ما فهمش، هو ما فهمش من المدرب، تمام. فلازم انا عشان نمشي صح وديت كلبي للمدرب زي وديت ابني في سنه اولى قبل ما يخش المدرسه للمدرس، علمه ألف ب. ابني روح البيت مامته مسكت ايده وقعدت تكتب له، بدات تعرفه. مش حنين ابني هيروح للمدرس يجي يقعد يلعب بقى في الشارع ما يشغلكش، صح ولا انا غلطان؟ لا انا يهمني ان الكلب ده فلازم يثق في ابو نور، فلازم ان انا ندير الدنيا. بص يا باشا، بص يا باشا، شفت الحاجات اللي احنا بننزلها على اليوتيوب والكلب شغال معانا؟ الحاجات دي انا متعهد لك ان هي هتشتغل معاك، بس بناء عن مين؟ سهل. لان مش معقوله، يعني مش معقوله، الله ينور عليك يا حاج، مش عايزين انا بيه، مش معقوله ان الكلب هيكون اصله صوره. لا طبعا. هو الكلب نسخه واحده، هو الكلب اللي انا شفته بتاعي في الفيديو عند ابو نور بيهجم بعصايه ودراعه وكلام من ده، هو الكلب اللي انا خدته. طب عند ابو نور هجم، يبقى ابو نور عنده باور حرك الكلب ده، بس هو ده انا عندي مش راضي يهجم، يبقى انا الباور عندي في حاجه غلط عندنا مش عارف نحرك الكلب ده. هو المطلوب منك الباور ده، بس انا عن لا يعني طلع لك الباور وانت تشوفه، تمام، وانت عليك اللي انا نقول لك عليه وانت بتستلمه، لان انا ما بنسيبكش في النخل ونسيبك تجري، لا انا بنتابع معاك، بنقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وفي خلال 25 يوم 20 يوم الكلب بتلاقيه بقى زي ما كان عند ابو نور، زي ما كان عندي. وصلت؟ وصلت. انما عشان ناخده ونيجي طالع يلا فلان تعالى بص بقى انا لسه جايبه من عند ابو نور اهو وروني كده، خش، ما هو مش عامل ما هو مش واثق فيه، ما هو مش واثق في ما هو مش واثق في مكانه. بس الناس الناس فاهمه. لا الناس انا في الفيديو اهو قدام الناس، يا ناس ما تفهموش الكلام ده كده، اي مدرب بيغشكم وبيضحك، يا ناس يا ناس يا اللي بتتابعوا اليوتيوب ما تفهموش الكلام ده. اي مدرب، اي مدرب بدون مشاركه صاحب الكلب بعد استلام الكلب، الكلب ولا شيء. صح. وصلت. انا علني زي الدكتور وكرسي العلاج، انا علني، ما تجيش تعمل لي عمليه في المعده وتقول لي اطلع اجري بقى، ما انا ليه علاج يا باشا، ما انا ليه علاج وليه قاعده كشف هروح لك والكلام ده كله، تمام. أيوة. انا ما بنقولكش تعالى لي قاعده كشف، بس بنقول لك اللي انا طالبه منك اعمله. صح. ما تروحش تجيب لي واحد عامل عايش الدور، وانت عارف بسم الله ما شاء الله عندنا في مصر، نقول لك ايه ده لا مؤاخذه القطط اللي في الشارع عايشه الدور. لا انا عايزك تقوم لي المريض وانا اكمل عليه. بس يا باشا، فانت ما تروحش تجيب لي واحد عايش الدور ويجي داخل على الكلب، كل فكرة اللي بيحارب لك كلبك ان يضحك الشارع، مش على كلبك، عليك انت. احنا نضحك على اي حد، تمام. فانت يا باشا ما نروحش نجيب واحد عايش لدور الانحراف هطلع له التاني ونقول له خش على الكلب ومش عارف ايه وكلام من ده، ونلبس كلب كمامه ويجي هو داخل بقى فرحان الكلب لابس كمامه ويقعد يلو، يبقى انا كده بنبوظ الكلب، لان ده كلب كان بابه مقفول. ايوه بالظبط. واحنا فتحنا له الباب، فتحنا له الباب عايزينه يمشي في الطريق، تمام، بس مش يمشي في الطريق ان انا ننزل بيه الشارع ونزقه على مخلي ربنا برضه. لا، ندرب كلبي في بيتي عشان لا ناذي حد ولا نضر حد حتى ولو بصوت الكلب. وصلت. احلى مساء عليكم، تنورتوني النهارده، واللي في الخير ربنا يقدمه، واحنا بنعمل وبنسيبها على بركه الله، تمام. حبايب قلبي، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل محافظه اسكندريه وكل الناس الجميله، وتحياتي لكل اصحاب مراكز التدريب في الوطن العربي كله، مش هنقول في مصر بس، في الوطن العربي كله. الكلام اللي انا قلته كلام صريح، لان في الفتره الاخيره لاحظت ان اغلب ناس كتير بتيجي عندنا هنا بتشتكي من مراكز تدريب مشهوره جدا، مش مركز تدريب تحت السلم، مراكز تدريب في مصر مشهوره جدا. انا كلبي كان عنده فلان وجبته، ومفيش داعي يا ابو نور تقول للناس، وبيوريني مقاطع فيديوهات للكلب وشغال، والله الكلب شغال، والله شغال، بيبقى شغال وشغال تمام التمام. انا لو استلمت كلبي من مركز تدريب بالشكل ده، لا انا هنخلي كلبي يمشي على سلك الكهرباء، بس هو صاحب الكلب مش عارف. فبرضه الغلط مش عند صاحب الكلب، لان مهما كان صاحب الكلب او الزبون اللي بيتعامل معاك على حق، فالغلط عندك انت كمدرب، لان انت ما بتفهمش صاحب الكلب البنود الاساسيه اللي هيتعامل بيها مع كلبه. بتديله كلبك اهو، شوف بص بص، انا بنقعده، انا بننيمه، انا بنوقفه، انا بنهشكه، انا بندلعه، خد اجري. طب ما هو ما فهمش. المفروض يا جماعه بيبقى في حاجه اسمها كورس تدريبي يوم استلام الكلب، كورس تدريبي لصاحب الكلب،
لان صاحب الكلب لو ما تدربش اعتبر ان الكلب عندك ما تدربش. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل متابعينا، واحلى مساء عليكم واحلى مساء على رجال اسكندريه. انا غيرت البطاقه بتاعت اسكندريه يعني احنا جراء يعني لازم نعمل الصح. بس انا سيدي بشر حبيب قلبي، تحياتي لكم يا جماعه واحلى مساء عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.